مرحبا بكم وإلى نشرة الأخبار. تلقى صاحب سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية من فخامة الرئيس جوزيه ماريو فاز رئيس جمهورية غينيا بيساو تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين. تسلم الرسالة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية خلال استقباله في مكتبه بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي السيد مامادو سانو المبعوث الخاص لرئيس غينيا بيساو. ونقل السيد مامادو سانو خلال اللقاء تحية فخامة رئيس جمهورية غينيا بيساو إلى صاحب سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، متمنيا لدولة الإمارات حكومة وشعبا دوام التقدم والازدهار. أصدر صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي القرار رقم 8 لسنة 2016 بإضافة أراض إلى مناطق تملك غير المواطنين للعقارات في إمارة دبي. أجاز القرار أن يكتسب غير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة الحق في التملك ملكية مطلقة غير مقيدة بزمن، وكذلك حق الانتفاع والإجارة لمدة لا تزيد على 99 سنة للأراضي والوحدات العقارية الواقعة ضمن قطع الأراضي التي تحمل الأرقام 205، 206 و207 الواقعة جميعها في منطقة مدينة المطار 521 والمبينة حدودها ومساحتها بالخرائط الملحقة بالقرار. يدعم القرار أهداف مدينة دبي للطيران المتمثلة في مواكبة النمو المتزايد الذي تشهده الإمارة في حركة ومجالات الطيران والمساهمة في فتح مجالات اقتصادية وتجارية مختلفة، وكذلك الارتقاء بمكانة دبي لتصبح مركزا دوليا لكافة أنواع النقل والشحن الجوية والخدمات المرتبطة بها، وتعتبر صحيحة كافة التصرفات التي قامت بها مدينة دبي للطيران قبل العمل بأحكام هذا القرار على قطع الأراضي المشار إليها. يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. استقبل صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم القيادات العسكرية والشرطية والأمنية في الدولة الذين تبادلوا مع سموه التهاني بالشهر الفضيل. أكد صاحب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة أن خريجي وخريجات كليات الطب والعلوم الصحية في جامعة الشارقة اتخذوا لهم أدوارا مهمة في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بفضل نيلهم للعلم والمعرفة الطبية والصحية التي أهلتهم لتأدية أدوارهم بكفاءة واقتدار. جاء ذلك خلال كلمة سموه التي ألقاها مساء أمس بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في حفل تخريج الدفعة السابعة لطلبة كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الشارقة والذي أقيم في قاعة المدينة الجامعية بالإمارة. كان الحفل قد بدأ بالسلام الوطني ثم تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، بعدها ألقى الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة كلمة بهذه المناسبة هنأ فيها صاحب السمو حاكم الشارقة بتخريج هذه الكوكبة من الأطباء والصيادلة ومتخصصي الرعاية الصحية المختلفة. بعدها أدى الطلبة الخريجون قسم المهنيين في المجالات الطبية والصحية أمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة. كما وشهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة مساء أمس في قاعة المدينة الجامعية مذكرة تفاهم بين ديوان سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وجامعة الشارقة بشأن برنامج خليفة لتمكين الطلاب، وذلك بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
وتأتي مذكرة التفاهم انطلاقا من المسؤولية المشتركة بين كافة المؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية والمؤسسات الخاصة، وتفعيلا للأهداف المشتركة في العمل على بناء الوطن وتنمية المواطن الصالح والعمل على تحصين وطننا ومجتمعنا ضد التحديات. قدم صاحب سمو الشيخ أحمد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان منحة دراسية للمتفوقين وأوائل الصف الثاني عشر الثانوية العامة في المنطقة التعليمية في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا وفي التخصصات التي يختارها المتفوقون، وذلك بهدف دعم وتشجيع طلبة وطالبات للعمل على التميز والتفوق خصوصا في مجال التعليم ومساندتهم لاستكمال دراساتهم العليا في المعاهد والجامعات سواء داخل الدولة أو خارجها. جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالديوان أوائل المتفوقين طلبة الثانوية العامة بمنطقة عجمان التعليمية الطالبة مياد طارق محمد من مدرسة الحكمة الخاصة والحاصلة على المركز الثالث على مستوى الدولة بنسبة 99.1%، والطالبة بالقسم الأدبي أسماء عبد الرحمن الكمالي من مدرسة الجرف التعليمي الثانوي للبنات والحاصلة على المركز العاشر على مستوى المواطنين بنسبة 98.4%. وهنأ سموه الطلبة الأوائل وذويهم لما بذلوه من جهود ومثابرة وتوفير البيئة المناسبة لنهل العلوم والتفوق. وجه صاحب السمو الشيخ أحمد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بصرف مكرمة مالية لجميع الصيادين المزولين لمهنة الصيد من المنتسبين لجمعية عجمان للصيادين، وذلك بمناسبة شهر رمضان الفضيل على يبدأ تسليمها خلال هذا الشهر. تأتي مكرمة صاحب السمو حاكم عجمان في إطار تشجيع المواطنين على مزاولة المهنة واهتمامه بالصيادين والوقوف على احتياجاتهم وأحوالهم وقضاياهم وإزالة الصعوبات التي تواجههم في سبيل توفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم. قدم سعادة أحمد إبراهيم راشد الغملاسي رئيس مجلس إدارة جمعية عجمان للصيادين الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ أحمد بن راشد النعيمي وإلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان على دعم سموهما المتواصل لصيادي الأسماك من المواطنين في الإمارة. أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة أن دولة الإمارات تحت ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تولي جل اهتمامها ورعايتها للنهوض بالعملية التعليمية لمصافي الدول المتقدمة، إيمانا منها بأن الاستثمار الحقيقي لبناء الأوطان يبدأ من التعليم والمعرفة وبسواعد أبناء الوطن، فهو محور العملية التنموية وهدفها الأسمى نحو تحقيق تنمية بشرية وجيل مؤهل لدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة. جاء ذلك خلال حضور سموه حفل حصاد التميز الذي نظمته منطقة رأس الخيمة التعليمية مساء أمس في جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية لتكريم أوائل الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والمتميزين على مستوى مدارس إمارة رأس الخيمة. ثمن سموه حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على الارتقاء بالتعليم في الدولة، حيث تحظى خطط تطوير التعليم باهتمام من أعلى المستويات القيادية، مؤكدا سموه أن ما تشهده دولتنا من تطور تعليمي هو نتاج رؤية قيادتنا الرشيدة التي لم تدخر جهدا في سبيل توفير كافة مقومات النجاح والتفوق لأبناء الدولة. وفي نهاية الحفل كرم سمو ولي عهد رأس الخيمة يرافقه وكيل وزارة التربية والتعليم المتميزين في حصاد التميز، ومن بينهم 20 الأوائل من الصف الثاني عشر بفرعيه العلمي والأدبي على مستوى إمارة رأس الخيمة. زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية كلا على حدى المواطنين محمد بن رصاص المنصوري ومكتوم الفندي المزروعي وكردوس عبد الله العامري وأحمد سيف علي المزروعي، وذلك بمنزل كل منهم في منطقة أو في مدينة زايد بالمنطقة الغربية. تبادل سموه مع المواطنين وأهاليهم التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، دعينا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الكريم على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بدوام الصحة والعافية والسعادة، وعلى دولة الإمارات وشعبها بمزيد من التقدم والرقي، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات. وأشاد سموه بالمتابعة المستمرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لكل ما من شأنه أن يحقق للمواطنين الرخاء والرفاهية والحياة الكريمة.
تم خلال زيارة تبادل الأحاديث الودية التي جسدت ما يربط شعب دولة الإمارات وقيادته الحكيمة من علاقات ومحبة وتقدير. كما وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أكد أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تطلع بدور محوري في تعزيز الجهود الدولية للحد من تفاقم محنة اللجوء والتصدي لتداعياتها الخطيرة على ملايين البشر حول العالم. وجدد سموه التزام الدولة بمواقفها الإنسانية المساندة لقضايا اللاجئين والداعمة لتحقيق الأمن والاستقرار في الساحات والمناطق الملتهبة، وذلك بفضل توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد في تصريح بمناسبة يوم اللاجئ العالمي الذي يصادف اليوم، قال إن دولة الإمارات ستظل الدرع الواقية للاجئين من تداعيات اللجوء القاسية ومعاناتهم المتفاقمة. قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واجب العزاء اليوم إلى أسرة شهيد الوطن علي محمد الكعبي الذي استشهد بسقوط مروحية عسكرية خلال مهمة روتينية في المياه الدولية. وأعرب سموه خلال زيارته لمجلس العزاء في منطقة مصفوت بإمارة عجمان عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الشهيد، داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. كما قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مساء أمس واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن محمد ناصر الظاهري الذي استشهد بسقوط مروحية عسكرية خلال مهمة روتينية في المياه الدولية. وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة البطين في العين عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الشهيد، داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. اعتمدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة البرنامج الوطني لقيم الشباب الإماراتي الذي عرضته معالي شمة بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب، وذلك بهدف ترسيخ قيم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في الشباب الإماراتي والأجيال القادمة. أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أن الشباب الإماراتي هو أعز ما نملك والقيم الإماراتية هي أغلى ما يملكون، وبأن قيمنا هي التي قامت عليها دولتنا وهي التي تحمي مجتمعنا اليوم، وهي ستبقى مع شبابنا طيلة حياتهم لبناء مستقبل الدولة. يتضمن البرنامج مجموعة متنوعة ومتكاملة من المبادرات التي تشمل حملات وبرامج وأدلة وحصص تعليمية، بالإضافة إلى التواصل المباشر مع الشباب الإماراتي وبالتعاون مع مجالس الشباب التي تم تشكيلها في كافة إمارات الدولة. وبمتابعة من معالي شمة بنت سهيل المزروعي سيتم في إطار البرنامج أيضا إطلاق مبادرة سفراء القيم التي تقوم على اختيار شباب ينقلون القيم الإماراتية إلى العالمية عن طريق عدد من الأنشطة والمشاركات الدولية. كشف مندوب المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي عن أجندة الاجتماع المرتقب غدا الثلاثاء في مجلس الأمن حول الشأن اليمني. وقال المعلمي لصحيفة الشرق السعودية في عددها الصادر اليوم الاثنين، قال إن اجتماع مجلس الأمن مخصص لعدد من المواضيع من بينها الاستماع إلى الإحاطة الشهرية
من الممثل الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد حول تطورات المفاوضات الجارية في الكويت. وكانت مصادر تحدثت عن تخصيص مجلس الأمن لمناقشة خارطة طريق معدلة للتسوية السياسية في اليمن، سلمها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بحسب إحدى المواقع الإخبارية اليمنية. اقتصاديا إلى آخر إغلاق للمؤشرين المحليين والمغايرين اليوم. وقبل ختام نشر هذه جولة على درجة الحرارة العظمى والصغرى المسجلة لليوم. نهاية النشر، أشكركم لحسن المتابعة وبنلقاكم على خير بإذن الله.